نشرة منتصف النهار من الشروق الإخبارية، أهلا بكم. بداية، تشارف عملية الحفر التي باشرتها مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة منذ أكثر من 73 ساعة للانتهاء قصد إخراج الشاب عياش محجوبي البالغ من العمر 26 عاما الذي وقع داخل ماسورة بئر ارتوازي بقرية أم الشمل التابعة لبلدية الحوامد. ولمزيد من التفاصيل، بعد قليل سيلتحق بنا الزميل يوسف ضبابي مراسل الشروق من ولاية المسيلة. ومتابعة للأشغال الجارية بقرية أم شمل بولاية المسيلة، قصد إخراج الشاب عياش محجوبي العالق داخل البئر، شددت الحادثة انتباه المئات من الأشخاص من مختلف المناطق المحيطة بعين المكان، وقدموا إلى المنطقة قصد مد يد العون للمصالح التي تحاول استخراج الضحية ومواساة عائلته التي تنتظر بفارغ الصبر انتهاء عملية الحفر وإخراج ابنها سالما معافى. المراسلة للزميل يوسف ضبابي. قلت لك القاعدة اللي رانا قاعدين هنا من أجل هذا المخلوق، هذا الشاب اللي راه طاحنا بالبير، وهذا وكل خاوته وكل متحيرين عليه. جينا كل واحد كفاه يبادر بالمبادرة، واحد يطيب فطور، واحد ينقل يجيب الأشخاص، مبادرة. وهنا مزلنا ساهرين وإن شاء الله ربي يكون لاباس به. ونستكثر الشعب هذا اللي جاي واقف معنا هنا، ونطلب منكم تدعوا له، وانتم بارك الله فيكم. حوالي الساعة 3:20 صباحا ونحن نوشك إن شاء الله على الوصول إلى هذا الرجل، ونتمنى أن نجده حيا حتى تعم الفرحة أسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة. وراه وفقهم بإذن الله إن شاء الله يخرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. يلتحق بنا على المباشر الزميل يوسف ضبابي مراسل الشروق نيوز من ولاية المسيلة. أهلا بك يوسف، هل من جديد؟ هل توصل أعوان الحماية المدنية إلى الشاب المفقود عياش محجوبي داخل البئر؟ وهل هناك إمكانية للعثور عليه حيا؟ مرحبا بك زميلي. أول شيء الجديد، الجميع ماسك صدره، والطاقات تتسارع قبل لحظات من الآن من إخراج الشاب عياش محجوبي. الجميع يترقب، المؤشرات لا تظهر لنا لأن المكان مطوق بعدد كبير من رجال الدرك الوطني. نحن نشاهد من بعيد، لم يتم إخراجه لحد الآن. الجميع يتضرع ويدعو أن يكون حيا إن شاء الله. هل من تفاصيل أخرى خلال هذا المدة، خلال الساعة الأخيرة، ربما أشياء لاحظتها خلال تغطيتك لهذا الحدث الذي صنع ضجة في الرأي العام الوطني وحتى الأجنبي؟ صحيح، الحدث صنع ضجة ضخمة لدرجة أن متطوعين قدموا بآلات حفر من ولاية بسكرة، من مدينة مقرة التي تبعد 110 كيلومتر عن المنطقة، من مقاولين متطوعين، الكل منهك. نحن تحدثنا مع المتطوعين لآلات الحفر، منهكون تماما، 24 ساعة بدون نوم يتداولون على الحفر، تبادل الآراء حول كيفية الحفر، حول الشفط. المزارعون محيطون بالمكان، عندهم 3 أيام مشغلين لمحركات المياه لكي ينضب البئر ولو قليلا من المياه، ويعطل العملية. تحية كبيرة يعني من الجميع، الجميع يقدر رجال الحماية المدنية الذين يصارعون ومنهمكون في الحفر وللوصول في أقرب وقت إلى الشاب عياش، خاصة وأنه اليوم هو اليوم الرابع لتواجد الشاب عياش داخل أنبوب حديدي لبئر ارتوازي على عمق 40 متر. نعم، بالنسبة يوسف لعائلة عياش، كيف هم الآن في هذه اللحظة؟
بالنسبة للأب، الأب يعني مهما يكون هو عنده حزن داخلي، لكن قيل لنا أن أمه في حالة كارثية. صديقي، هل يمكن لك أن أصف صرخات عياش؟ هل يمكن لك أن أصف صرخات عياش؟ صدقني، لما تسمع صرخاته وهو يصرخ بأعلى صوته في 24 ساعة الأولى، يعني أسمع لزميلي. نعم نعم يوسف. ينادي ينادي يما 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 اجري لي يما يما سمحي لي يما، وينادي على أخي الرجال الكبير، يا أخويا ما تخليليش وحدي، يا أخويا خرجني، يا أخويا خرجني. اسمح لي عذرا صديقي، عذرا زميلي، لا أستطيع. نعم، أحيانا الأحاسيس والمشاعر تتغلب علينا كصحفيين. يوسف، إن شاء الله تصل دعوات الجزائريين. أرجو الحضور أن يدعو له بالسلامة. إن شاء الله، وعلى والله قادر على كل شيء. يعني نعم، إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة هناك ساعة يستجاب فيها الدعاء. إن شاء الله أن تكون هذه هي الساعة، وأن يكون عياش سالما معافا إن شاء الله، بدعوات الجزائريين، بدعوات كل الذين وصلت إليهم صوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر الفيسبوك. سياسيا، انطلقت صباح اليوم أشغال المؤتمر السابع لحزبي العمال بقرية الفنانين بزيرالدا، والذي يستمر على مدار 3 أيام من أجل مناقشة وتحديد المواقف من المستجدات الحاصلة على الساحة الوطنية. ويعد ملف رئاسيات من أهم الملفات في أجندة حزب العمال، خصوصا مع اقتراب استدعاء الهيئة الناخبة منتصف الشهر المقبل، إضافة إلى الملف الاقتصادي والحراك الاجتماعي الأخير على رأس رزنامة مؤتمر حزب العمال. إلى ذلك، أكد عدد من رؤساء الأحزاب الذين حضروا انعقاد الجمعية العامة لجمعية العلماء المسلمين لتجديد قيادتها، أكدوا مقاطعتهم لندوة الإجماع التي يجرى الحديث عن تنظيمها بداية الجمعية المقبل. لا علم لنا على الإطلاق بهذا الأمر. أنا الذي أعلمه أن السي عمر هو مبادرته هي الدعوة للعهد الخامسة، هذا الذي أعلمه. لا نحن لم ندعو ولن نحضر لهذا اللقاء، لأن لا نعرفه على الإطلاق. ما نظن يكون شيء من هذا القبيل، لا أظن أصلا. يعني هذه لعله من قبيل التخرصات والتقولات، ليس إلا يعني. الوتيرة اللي موجودة لحد الآن ومحدودية الاستجابة لمثل هذه الدعوات يجعلنا نقول بأن إن لم يتم تدارك الأمر والاتصال بأكبر عدد من الفاعلين والعمل على التنسيق مع مختلف الفاعلين في الساحة السياسية، لا أظن أن هناك مزيد من الوقت يكفي لاستيعاب مبادرات بهذه الوتيرة. محطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة بالعاصمة أمسية وليلة أمس حالة من الفوضى بسبب برمجة رحلات التي لم تراعي نهاية الأسبوع أقول، وأعداد المسافرين الذين توافدوا على المحطة، وقد أجبر العديد من المسافرين سيما المتوجهين على الخطوط الداخلية والصحراء على مبيت في فنائي المحطة البرية بسبب عدم توفر الرحلات إلى ولايتهم. المهم انا خذت البين تاعي تقريبا نقولها لك بعنف بصراحه، يعني بدزان وكذا ومن هاي قدامهم فوضى، كنا لهم حلوا شبابيك اخرى ما فتحوش، وهذا الشيء اللي خلى الازدحام وخلى يخلي الفوضى. جيت الصباح ريزيرفيت حتى 8:30 نتاع العشيه، ما ريزيفيناش، ما عندناش ترانسبور، ما كانش نقعدوا الغدو الصباح، ما كاش مسيلة. غدوة الصباح بقى نروحوا. شفنا ليكيشي قالوا لنا الصباح. قالوا لنا كومبلي ما كاش. ترانسبور تاع المسيلة ما كاش ناقص. وكيفاش حب دير؟ نباتوا هنا. الخدمة شوية ضعيفة، ناقصة شوية. مي على حسب الولايات. كل ولاية مثلا ولاية الشرق كاين مفرة شوية. ولاية الجهة الغربية شوية ناقصة. جهة الصحراء شوية ناقصة خلاص، من الولاية الشرقية شوية صافا فمال. مازال محزس كما راك تشوف، المشكل ما على باليش، والمشكلة نتاعهم هما ماشي نتاعنا حنايا، حنا نورمالمون نجيو هنايا نركبوا يا ما كانش كيفاه، كاع رانا نستناو صاير. اليوم قالوا لنا الكيران كومبلي، وكاين تقريبا فايت 50 واحد هنا قاعدة، والركبة ما كانش.
سما جنوب هذا ما عندوش يديروا كاع خاص. حسب لاكار هذه فيها بوكو دي بروبليم، كاين بروبليم بزاف سيتو الكوتي تاع الكيشي غاشي بزاف، كاين كيشي هم الطاقه نتاعو ضعيفه بارابور الغاشي اللي فيه. في السياق وفي ولاية سكيكدا يعيش سكان الأحياء وسط بلدية كركرة غربي الولاية حالة من الغليان والاحتقان بسبب تواصل أزمة انعدام محطة الحافلات، ما خلف فوضى عارمة تسببت في محاصرة وخنق السكان. أحمد زوغاري والتفاصيل. تحولت حافلات نقل المسافرين التي اتخذت لنفسها موقعا بين أحياء ومساكن سكان بلدية كركرة غربي سكيكدا إلى مصدر إزعاج للسكان المجاورين. احنا كنا كل بلاصه المزيان يقول لك هي بصح القبط يجيب ربي، ما كان حتى واحد. احنا وقاعدين سابرين كل نهار نديروا الفوضى مع الجنافات مع اصحاب الربا مع كل واحد، ما لقيناك فيك ندير. يقدر يموت في الدار، ما تقدر تجيب طوموبيل، ما تقدر تجيب امبيلونس، لا حتى واحد ما يقدر يدخل لهنا غير كان روحوا من 12 لهنا عادي تسرح الدنيا. الواحد هذا سما يمرض لك واحد ما عندكش كيف تخرجوا، نورمالمون ما يجيش في قلب السكان صراحه، يجي يخرجوه سدوا لنا يتسد لك لابغى الباب منين تدخل، منين تدخل للدار ما كاينش. ليست الحافلات وحدها بل حتى فوضى السوق الأسبوعي باتت تخنق السكان وتغلق العيادة المتعددة الخدمات وتفرض حظر التجوال على السكان والتلاميذ. صح معاناة كبيرة حتى السبيطار، قدمنا للرئيس البلدية قالنا في الدراسات، احنا ننتظر هذه الدراسات لربما وعلى وعسى بالك تكون إجراءات أخرى. أما من نحوي كما نقولوا النظافة وكلش قدمنا شكوى والحمد لله أن الرجال راهم يخدموا. يعني نشأ ربما سوق يعني أسواق يعني جوارية مثل ما هو موجود في باقي المناطق، وكذلك يعني محطة نقل المسافرين هذه للضواحي يعني القل وبنزوية وحجرية يعني موجودة في داخل السكان يعني داخل الأحياء السكنية، يعني كما يقولوا حركة تجارية، وكذلك يطرح إشكال تاع الإزعاج هذا اليومي والفوضى اليومية اللي كاينة. في غياب محطة لنقل المسافرين ببلدية كركرة وانعدام فضاء يضمن نشاط السوق الأسبوعي وعدم تدخل السلطات بشكل جدي وفعال، تبقى هذه الحافلات تحاصر السكان وفوضى السوق تخنق الناس هنا. تحذر الهيئة الوطنية لترقية حماية حقوق الطفل لرفع تقريرها السنوي حول واقع الحقوق في الجزائر، حيث كثفت الهيئة من الزيارات الميدانية لإعداد أول تقرير لهذه الهيئة، وأكدت المشرفة بأن الجزائر خطت خطوة هامة في مجال حماية وترقية حقوق الطفل. التغطية للزميل وليد بوهراوة. هذه الزيارات الميدانية اللي أنا فيها اليوم هو الوقوف ميدانيا على وضعية الطفولة، لأنه احنا حاليا على مستوى الهيئة الوطنية نحضر للتقرير السنوي، هو راح يكون أول تقرير راح يرفع إلى فخامة رئيس الجمهورية حول وضعية الطفولة في الجزائر ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. احنا انطلقنا في هذه الزيارة الميدانية بلقاء راهوه على مستوى المجلس الشعبي الولائي وين فيه كل قطاعات الدولة حاضرين، لأنه الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أول ما قامت به ما دام أن من بين مهامها تنسيق جهود كل المتدخلين هو تنصيب لجنة تنسيق دائمة على مستوى الهيئة متشكلة من 16 قطاع وزارية موجودين اليوم وجاوا معنا على مستوى ولاية لمسان، واللي نشكر السيد الوالي على أنه فتح أبواب الولاية لتنظيم هذه التظاهرة المهمة. أشرفت سلطات ولاية خنشلة على إطلاق عملية ربط 264 عائلة ريفية بشبكة الغاز الطبيعي ببلدية عين الطويلة شرق الولاية، في خطوة وصفها السكان بالإيجابية لأنها ستضع حدا لمسلسل معاناة دامت لعدة سنوات. تمت على بركة الله تشغيل شبكة توزيع الغاز ل حي بكار واحد وبكار اثنين على مستوى بلدية عين طويلة، شبكة توزيع بالإضافة إلى شبكة نقل الغاز ومخفض ضغط أمبوز دو ديتونت،
هذا البرنامج ولا هذا الشبكة ولا هذا المشروع يدخل في إطار البرنامج الخماسي لفخامة رئيس الجمهورية. المشروع هذا كلف خزينة الدولة وخزينة شركة توزيع الكهرباء والغاز حوالي 46 مليار سنتيم. على كل حال اليوم سيبونا الغاز الحمد لله بعد معاناة كبيرة، وكنا نعانيو من قرايط على الغاز وقريتها على اسم بلاصة نائية شوي باردة، نعانيو بزاف من الغاز ونعانيو من الامور هذه، وان شاء الله يكون التعيم على جميع القرى اللي خصت ان شاء الله الغاز. ونشكر المسؤولين تاعنا. نعانيو كنا نمشيو بالقراع تاع الغاز، كانت القريه تعاني من الامر هذا، والامر هذا باذن الله راه تم تحل المشكل تاعو نهائيا. كنا نعانيو بالقراعين نجيبوه من بعيد، ورانا في منطقه نائيه، وبارك الله فيكم ونشكروا بزاف المسؤولين تاعنا. أزيد من 10 سنوات تمر على انطلاق أشغال إنجاز مستشفى 60 سرير ببلدية عين مران بولاية الشلف، تأخر كبير وقفت عليه السلطات الولائية بهدف إعطاء دفع جديد للمشروع لوضع حيز الخدمة شهر جوانا المقبل لخدمة المواطنين. التغطية لسيد علي الشعيبي. أزيد عن 10 سنوات تمر على انطلاق أشغال إنجاز مستشفى 60 سرير ببلدية عين مران في شلف، مشروع لا يزال يراوح مكانه رغم مرور عقد من الزمن، وحال دون تحقيق طموحات سكان عين مران والبلدية المجاورة لها. المطول قوي والمشروع نوعا ما فات عليه عدة مراحل وين توقف، ومن بعد زيارات ميدانية لسيد ولي ولي قبل 3 مرات. نتمنى أنه في 2019 يعني نحن مقبلين على السنة الجديدة في 2019 يتم افتتاحه على الأقل جناح أو جناحين، وبخصوص الاستعجالات أو أمراض النساء والتوليد إن شاء الله يتفتح. المهم يكون الاستعجالات ولا الولاده، لان رانا نعانوا خاصه الولاده هنا في عين مران. نتمنى ان شاء الله يكون يفتحوا. والي شلف وخلال زيارته التفقديه للمشروع وقف مستغربا من هذا التاخر الكبير، مهددا بتدارك الوضع وتسليم المشروع قبل شهر جوان كاقصى تقدير. لازم تكون هنا لي سيرفيس تكنيك فوكون تيرمينا داك البروجي دون زو موا جو روفيان ان شاء الله. جيسبر نو با الي ا دي ميزور كوارسيتيف، يعني نقول لكم قدام الصحافه جيسبر. نتمنى ان شاء الله ما نروحوش اجراءات ردعيه غير معقول. 11 عام رانا داخلين السنه 11 من انجاز هذا المشروع، شيء غير معقول. على امل ان تلتزم السلطات بهذا الاجل ووضع هذا المرفق الصحي في الخدمه وانهاء معاناه السكان من رحله التنقل الى عاصمه الولايه للتداوي. انعقد ببرج باجي مختار ملتقى وطني حول دور المسجد في تعزيز المواطنة والتدين الصحيح. الملتقى انعقد على هامشي الدورة 23 لمهرجان عيد الجمل. التغطية لعلي غنامي. هو ملتقى وطني منظم ببرج باجي مختار تحت عنوان دور المسجد في تعزيز المواطنة والتدين الصحيح. الملتقى الوطني الأول حول المسجد ودوره في تعزيز المواطنة والتدين الصحيح هو ملتقى ويعتبر إضافة نوعية لهذه المنطقة التي تحتاج إلى مثل هذه الملتقيات. الملتقى هو بادرة خير لمنطقة برج باجي مختار لكون أنه يتحدث عن المسجد الذي يعتبر مؤسسة دينية روحية اجتماعية من خلالها تدرس الأسس والأخلاق. المشاركون في الملتقى أكدوا على أهميته في المنطقة. ملتقى متميز لأنه ينتظم في قلب صحرائنا في هذه المنطقة الحدودية، ولأنه يعالج موضوع المسجد ودوره في المواطنة وفي التدين الصحيح. رعى هذا الملتقى التأكيد على قدسية المسجد بإضافة إلى توسيع أو التنبيه على أن رسالة المسجد تتوسع لتشمل الجوانب الروحية والجوانب الاجتماعية والجوانب الأخلاقية، بالإضافة إلى الجوانب التعليمية والسلوكية. السلطات الحاضرة أكدت أن هذا الملتقى مكسب للمنطقة، هو والمسجد المنشأ أخيرا على يد أحد أبناء المنطقة. اليوم شرفنا بمعية معالي السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية على انطلاق فعاليات الملتقى الأول الوطني في المقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار. لتبقى الملتقيات الهادفة والنوايا الحسنة هي الضامن الأمثل للأمم من المخاطر التي تحيط بها. بهذا نصل إلى ختام نشرة منتصف النهار من الشروق الإخبارية. جمعة مباركة، تقبل الله صلاة الجميع.